مشروب الشوكولاتة الحارة. طيب على فكرة هو مش بيبقى حار بمعنى انه سبايسي، بمعنى انه موحوح نار يعني، لا، بس بيبقى فيه زي افتر تيست كده، في لسعة كده زي ما احنا بنقول بالمصري يعني، مش اكتر من كده، ما هياش حاجة واضحة قوي وضوح طعم الشوكولاتة في المشروب يعني. بيدفي جدا جدا، القليل من الشطة مفيد جدا جدا للجسم بتاع الانسان وخاصة في الشتاء، لكن بمقدار قليل. عشان نعمل مشروب الشوكولاتة الحارة اللي ممكن تشيلوا منه الشطة لو انتم مش عايزين، وهيبقى هوت شوكليت لذيذ جدا جدا، هنستخدم كاكاو ولبن وكريمة، زي ما بيقولوا كده في الوصفات الأجنبي هاف اند هاف، يعني نص كريمة نص لبن. أنا هحط كريمة أقل من النص كمان. سكر أو عسل أو سكر بني، وده طبعا حسب الذوق. قرفة، كريمة مخفوقة للتقديم، والشطة. هنا الشطة باودر، وما هياش من أنواع الشطة قوية قوي يعني، في أنواع بتبقى أقوى من كده كتير. ورشة القرفة ممكن تستغنوا عنها، ممكن تحطوا كمان بدلها فانيليا. والكاكاو هنا خام، مش كاكاو اللي هو بتاع المشروبات السخنة اللي هو الكاكاو المسكر، لا ده كاكاو خام. هحط اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، لبن كامل الدسم، خالي الدسم، نص دسم، لبن نباتي براحتكم، كريمة برضو ممكن تبقى كريمة نباتي عادي خالص، سكر حسب الذوق والرغبة، رشة قرفة. بصوا 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 قد ايه يعني، حاجة قليلة جدا جدا، مش طعم ظاهر قوي. وقدهم شطة، طبعا اللي بيحب يزود او متعود على المشروب ده يزود، بس بصوا قد ايه نقط كده. والكاكاو الخام طبعا، كل ما يكون النوع بقى هنا في الكاكاو حلو، كل ما المشروب يطلع لذيذ وطعمه أحلى يعني. بس الكاكاو الخام كمان من الحاجات المفيدة جدا. الشوكولاتة بصفة عامة بدون إضافات كتير مفيدة جدا جدا كده أهو. ونقلب نقلب نقلب لحد ما الكاكاو بياخد شوية وقت عقبال ما يمتزج، وأنا أحب أمزجه على البارد الأول قبل النار ما تشتغل، علشان علشان ما يعملش تكتلات. طيب الشوكولاتة أو الهوت شوكلت الإيطالي بتاخد كمان معلقة نيشا، فتلاقوها تقيلة كده، قوامها تقيل، فممكن بنفس الطريقة دي ترفعوا الشطة وتحطوا معلقة نشا صغيرة على الكوباية، يعني الكوباية تاخد معلقة صغيرة. وكمان بتاخد مع الشوكولاتة الخام أو الكاكاو الخام شوكولاتة خام أو كاكاو، أو شوكولاتة وكاكاو خام ومعاهم شوكولاتة بقى من اللي انتوا بتحبوها، ممكن تكون الشوكولاتة القابلة للدهن، ممكن تكون الشوكولاتة أي بار شوكولاتة انتوا بتحبوا طعمه وتحطوه معاها، بتطلع الهوت شوكولات الإيطالي وبتبقى لذيذة قوي. وهنعملها مرة مع بعض برضه، والريحة هنا خطيرة يا جماعة. بس كده تسخن سنة، وهنغرف ايه، هنصب الكوبايات.